السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أيوه، أنا عندي أختي اسمها، يقول لك يعني في رمضان اتجوزت في رمضان، وهي يقول لك فطرت، يقول لك قالت يعني أنا عروس فطرت في رمضان، ما عندهاش علم بال عليها ما كان كل يوم أفطرته صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت ما كان كل يوم أفطرته للجماع 60 مسكينا. فأقول إذا كانت أفطرت نتيجة الجماع، أفطرت بجماع، فعليها ما كان كل يوم أفطرته صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا ما كان كل يوم.